يعني حلق اللحية ذكر العلم فيها أربع معاصي، ليست معصية واحدة، بل من العلم قال فيها أربع كبائر حلق اللحية. ما هي؟ قال أولا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بتوفيرها وإعفائها. ثانيا قالوا فيها تشبه باليهود والنصارى. ثالثا قال فيها تشبه بالنساء. رابعا قال فيها طاعة للشيطان الذي قال إيش؟ ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فذاك أجمعت مذاهب أربعة على تحريم حلق اللحية. لكن يقول يقال أن لما دخل نابليون مصر وشمال أفريقيا قبل 700 سنة ما أدري كم، دخلوا بهذا الزي الرجال الجيش حالق لحيته، فتشبه بهم المسلمون. ولا كان ذاك الزمن كل الناس ملتحون، العرب حتى المشرك، يعني حتى أبو جهل أبو لهب كانوا ملتحين بعد، ما عنده شيء اسمه حلق لحية. فقلدوهم حتى أصبح الأمر أن المسلم يتزين ليوم الجمعة، لأن بكرة جمعة تزدحم صواني الحلاقة، يتزين لصلاة الجمعة بحلق اللحية، ويتزين لصلاة العيد بحلق اللحية. هذا بلاء. وأصبح بعض الوعاظ والمشايخ والدعاة يستحي يتكلم عن حلق اللحية. لا، في أمور أكبر من ذلك. ها، وين تقول لحية؟ لا، دين الله كله كبير، دين الله كله كبير. واللحية تقوم الرجل، تقوم المسلم. إذا التحى يحافظ على صلاته أكثر، إذا التحى يغض بصره، إذا التحى ما يعني يتشاجر في الشارع على أتفه الأسباب، احتراما لهيئة التدين والاستقامة. اللحية لها قيمة عظيمة. حسبنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا وأمر باللحية. صلوات ربي وسلامه عليه.